يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام حافظ لكتاب الله عز وجل ويعلمه للطلبة، وأيضا يستعين بتفسير ابن كثير ويطلع عليه ويقول أن الله في كل مكان، وأيضا يقول فوق المنبر أن شيخه المتوفى قريبا يقضي الحاجات، وقال أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء وصلى على شيخه وينصح هذا الإمام بقراءة كتب الحلاج، فما حكم الصلاة خلفه وما حكم الصلوات السابقة وجزاكم الله خيرا؟ هذا الذي عنده هذه الاعتقادات الباطلة الحلول، يعتقد الحلول أن الله حال في كل مكان تعالى الله عن ذلك، ويعتقد أن الأموات ينفعون ويضرون ويغلو في شيخه، ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى عليه، كل هذا كذب وافتراء، فمثل هذا لا يصلى خلفه لأن عقائده هذه باطلة مخرجة من الملة، فعليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها خلفه، لأنه لا يصلح إماما. إذا كانوا يعلمون عنه هذه الأمور ويصلون خلفه صلاتهم باطلة، أما إذا كانوا يجهلون ولا تبين لهم إلا فيما بعد، فالصلاة التي صلوها وهم لا يعلمون عن حاله لا تعاد، لكن التي صلوها بعد ما علموا عن حاله لا بد أن يعيدوها. نعم.